وزير التعليم العالي بيختارني لان انا كنت مقدم الطلب باسم مكتوب في اول صفحه او في الفقره الثانيه ان لا في اول صفحه موجود الاسم مكتوب ان هو بناء على ده متوجه رئيس مجلس النواب ردا على سؤالي او رد طلب الحضره بتاعي. الرد ده فيه ايه باختصار عشان انا بقول لحضراتكم بجري؟ فيه ايقاف المعاهد الهندسيه 5 سنين ودي ما كانتش حاصله قبل كده، في مراجعه اللي موجود دلوقتي ووضع اليات جديده للقبول مستقبلا ووضع حد ادنى 10% ما بين الجامعات الحكوميه والجامعات اللي هي المعاهد والكليات الخاصه. ليه؟ لان انا كنت بقول لوزير التعليم العالي ارجوك كفايه تصدير بطاله للمجتمع. الراجل هو متجاوب للحقيقه ومتعاون جدا ووزير يعي ويسمع ويفعل بصوره احييه عليها. نفذ، وهذا الجواب فيه البنود اللي بقول لحضراتكم عليها، وده اعتبره بدايه الطريق وانجاز محترم جدا لاول مره يحصل في النقابه، مش في الجيزه بس، في مصر. ده جه بعد مجهود كنت يعني الحقيقه لازم اقول اسمه، زميلي الدكتور يعني كان محمد عبد الغني وناس كتير في المجلس كانوا بيحاولوا معانا في هذا الامر. ده ان كان جيب اسمي فهو تتويج لجهود مهندسين كتير. فبقول لكم الفتره اللي جايه هيحصل فيها تغيير في هذا الامر باذن الله. ليه؟ لان في طول ما احنا بنسعى ان شاء الله ربنا هيدينا على قد ما بنسعى وعلى قد ما بنحاول نساعد الساده المهندسين. الكلام ده بقوله احنا بنكمل بعض. انا جاي على مجلس كان فيه زملاء، في زملاء قاعدين هنا، في زملاء قاعدين في الارض، ناس كانت موجوده هنا، كله بيكمل بعضه وبيساعد بعضه علشان نكمل المسيره والدنيا تمشي كويسه. اللي قبلينا بنقول لهم متشكرين جدا، تعبتوا اديتوا ما عليكم، واحنا هنبقى صادقين في يوم ما، قد يكون اليوم ده بكره، وهنقول اللي جايين هيقولوا لنا متشكرين وهكذا. اقلب لو سمحت. عندنا عشان حضراتكم تبقوا في الصوره، كان اشكاليه كبيره في مشاريع الاسكان في النقابه، واقول لكم بصراحه هي لا تتبع نقابه المهندسين بالجيزه. واحد المهندسين والباشمهندس ابراهيم هو موجود، واللي بعد كده هوريه لكم. واحد المهندسين حضراتكم من 3 سنين عملنا اجتماع وقعدنا في الواحه. انا بقول الكلام ده لان لازم حضراتكم تعرفوا ايه اللي حاصل في نقابتكم وعايزين نعمل ايه، كمان نفسنا نعمل ايه، علشان اللي يجي بعدينا يبقى مطالب ان هو يمشي على الاقل بنفس الرتم، ما يقلش. ونتمنى انه يعلى يا رب ان شاء الله، اللي يجي يبقى احسن مني واحسن ويؤدي احسن يا رب ان شاء الله. واحد المهندسين كانت في منتهى السوق، كان عندهم مشاكل كثيره جدا 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 جدا، ابتدينا نقعد مع بعض، وكان في اتحاد شغالين محترم جدا بشكركم عليه، اتعاوننا في 3 سنوات الحمد لله. لما رحت لهم من شهرين الموقف مختلف جدا، وهنشوف صور وهوريها لحضراتكم. واعتقد المهندس ابراهيم هو اتحاد الشاغلين، يعني اعتقد تؤكد اللي انا بقوله، وهو ده الراجل تعب معانا طبعا. الحمد لله الواحد دي على فكره كنت تدخل تلاقي الارض مش متسفلته، الكابلات ضربه طول النهار، الميه نص الايام مقطوعه، الكهرباء مش واصله، الزراعه مش عارف ايه، السور مشاكله ايه، حضرتك فاهم. دلوقتي حضرتك روحوا اعتقد ربنا يسهل اكون لحق اهو. ده كان المنظر. ده صوره سريعه، ده في صور كتير، اقلب بقى لو تسمع. ده المنظر دلوقتي. بقت مكان محترم وياتي اليه مهندسين وغير مهندسين من بره عايزين يقعدوا في هذا المكان المحترم. ده جهد كبير جدا. في وحدات فاضيه المهندس عايز يشتريها بعد الجمعيه قعدك معاه صح؟ انت كده لا، ده انا هقول لك على حاجه ثانيه كويسه. اقلب بقى. الساده المحترمين، كان اجتماع اول امبارح، كنت ابتديت مشوار ثاني باشمهندس احمد اهو والمندوبين مع اسكان جنوب الاحياء. اسكان جنوب الاحياء في نفس مشاكل الواحة تقريبا، وقلت لهم بإذن الله هنمشي سوا واحدة واحدة وهندعم وهنشقى علشان
الصورة اللي فاتت اللي اتحولت من كابلات في الشارع مضروبة وتمشي. أنا كنت أروح عندهم تروح لونك أبيض من التراب. الحمد لله ده حصل. وأنا بوعد جنوب الأحياء لو ربنا أراد وإحنا موجودين، إحنا ابتدينا المشوار وفي خلال شهرين حصل عندهم تغيير. يعني باشمهندسين قاعدين، الإنارة كانت مضلمة اتنورت بالتعاون والتنسيق مع لجنة الإسكان والنقابة العامة. ده حقيقة، المهندس أحمد والباشمهندسين موجودين. البلعات والمطابق اتغطت. منور يا دكتور وائل. اتغطت التليفونات، كان فيها مشكلة. عدادات الكهرباء ابتدت تمشي. وهم نفسهم قالوا لي أول امبارح لما جم قالوا لي احنا حاسين بحركة حصلت جديدة، وعهدتهم ان شاء الله اذا كنا مكملين هنكمل معاهم، لاننا نفسنا الحاجات اللي كانت معطلة حتى لو مش معطلة بسببنا، احنا موجودين علشان نأدي حاجة محترمة للمهندسين ونكمل. حتى لو اللي قبلينا في هذا الاسكان كان في مشاكل، عايزين نساعد وعايزين نكمل احسن. وان شاء الله وانا بوعدكم قدام الجمعية مستمر مع حضراتكم في المساعدة وزملائي علشان نوصل بتغيير الحالة من الحالة اللي انتوا فيها دلوقتي الى حالة تقترب من واحة المهندسين اللي بقت اكثر رقيا واكثر احتراما. تفضل. في الدعم القانوني بسرعة كده، احنا شكلنا لجنة بقالها سنين هنا في النقابة لدعم المهندسين قانونيا. واحنا بنقول لحضراتكم، حضراتكم لو وقعت في مشكلة في شغلك لو تسمح تعالى احنا هنساعدك. احنا بنساعد اوريدي المهندسين، ورحنا مع المهندسين في اماكن عملهم، وانا شخصيا وزمايلي رحنا في اماكن العمل، ورحنا لطلبة متخرجين وليهم حاجات في كلياتهم، رحنا وعملنا ده. بس بنقول لحضراتكم وبننشر على الصفحات، بس هاجل الصفحات برضو وما يحدث فيها. فيما يخص قانون التصالح، كان ده دكتور احمد فرحات رئيس جهاز التفتيش على مباني في مصر، شخصية محترمة وراجل كان بيشرفنا انه في نقابة المهندسين بالجيزة جه واشترك معانا كعضو في اللجان علشان قيمة محترمة بهذا الكيان. كان عندنا دكاترة من جهاز المركزي، من جهاز التفتيش على المباني، كان عندنا ناس من الجامعات المصرية كلية هندسة القاهرة وعين الشمس، كان عندنا ناس من أساتذة كلية الحربية وفي كلية هندسة وفي المركز القومي للبحوث. كل دول جم وشرفونا في النقابة، وكنا بنؤدي سوا عمل محترم لإخراج ولإظهار نقابة المهندسين بالجيزة بصورة محترمة. وأحب أقول لحضراتكم شهادة أنقلها لكم، ما بقاش أنا بس اللي فرحت بيها لما اتقالت لي في أحد الاجتماعات مع لفيف من الوزراء ومجموعة من النقابات. اتقال لنا كده بالنص في وجود الزملاء، نقابة المهندسين بالجيزة حضراتكم مقدمين أداء محترم جدا ومشرف في ملفات كثيرة، بنشكركم عليه. ده في حضور أكثر من 3 وزراء هذا الاجتماع تم. فزي ما أنا فرحت واتبسطت، أنا بقول لحضراتكم عشان تبقوا تفتخروا إن نقابتكم نقابة فعالة وبتأدي دور حتى بره نطاق النقابة التقليدي. اتفضل يا دكتور سامح. واشتركنا في منطقات توظيف، اقلب عشان الوقت بس. وموضوع الضرائب العقارية يمكن قلته إن إحنا كان عندنا مشكلة كبيرة جدا، إن إحنا القانون بيقول إن إحنا معفيين من الضرائب، لكنهم لسه معفيين من الضرائب، ولكن قالوا إن ده قانون خاص صدر بعده قانون الضريبة وتعديلات الضريبة العقارية والضريبة المضافة. فحصل مناقشات طويلة وحصل اجتماعات مكثفة، أنا يعني مش عايز أضيع وقت حضراتكم فيها، لكن مجهود غير طبيعي عشان أقول لحضراتكم. وإحنا قاعدين دلوقتي أنا بقول لكم مبدئيا كده هبارك لكم وأقول لكم مبروك إن شاء الله، هنبقى أول نقابة تاخد هذا الحكم. بس لسه إحنا خدنا المسودة الأولانية ولسه في خبرة ودنيا، بس إحنا ماشيين فيه، وإن شاء الله بإذن الله تبقى الدنيا أحسن بإذن الله. اتفضل. وده حضراتكم رفع الحجز على النادي اللي احنا موجودين فيه، ده حكيته لحضراتكم كان مجهود شاق جدا، ولازم هنا ادي الحق لاصحابه حتى لو مش موجودين، لان اللي مش موجود واحد عزيز على قلبي جدا.
الحقيقة يعني رفع الحجز ده ما كانش سهل. احنا خدنا فيه أزيد من 40-50 اجتماع. اللي شاركني فيه بصورة قوية جدا وأهله معانا بره يعني الأستاذ أحمد الوسيمة الله يرحمه، توفى. الراجل ده كان أمين، كان محترم، ولازم أدي الحق لأصحابه. الراجل ده كان إيده في إيدي، وياما نزل معايا الفجر نص الليل علشان نقعد احنا هنا نقول النادي ده مش محجوز عليه ولا عنده. الله يرحمه. طبعا الاداره الفلانيه والماليه طلع روحهم معانا، وامناء الصندوق الحالي استاذ، كل الناس طلعت روحها، تعبوا، لكن الحمد لله الحمد لله وصلنا لده. بس لازم ادي الحق لاصحابه حتى لو مات. الله يرحمك يا استاذ احمد الوسيم، اتفضل. في اكتوبر انا الكلام اللي بقوله ده حاجات ومضاق، مش ده بس اللي عملناه. المهندس ايهاب هيتكلم والدكتور تامر هيتكلموا، انا بدي حضراتكم حاجات عابره سريعه جدا. في مجهود مبذول كبير، عندنا تقصير بقى على فكره، انا بعترف ان انا مقصر والنقابه مقصره، احنا واللي قبلينا في الاعلام. زي ما شكرت كده الدكتور وائل من شويه ان انا جاي اكمل الدور اللي بعده هكذا الزملاء، لا احنا كلنا مقصرين في الاعلام. الاعلام عندنا ضعيف، النقابه العامه والنقابات الفرعيه، احنا في مجهود بيتعمل، والموظفين على فكره بيتعبوا جدا، القانونيه والماليه والاداريه والسكرتاريه بيتعبوا ليش، لكن الاعلام عندنا ضعيف. دي نقطه انا بعترف لكم بيها، احنا محتاجين نحسنها. ابتدينا في المسجد حضراتكم في اكتوبر، ده كان على الورق واقف لسبب ان الترخيص بتاعه انتهى. الحقيقة اشتغلنا واجتهدنا وقدرنا، تفاصيل كتيرة، اجتماعات كتيرة مع جهاز كان مانع حد يدخل من نقابة المهندسين. دلوقتي بيتعاملوا معانا بكل احترام، وبقت من الناس المهندس ايهاب يقول حاجات والدكتور تامر محترمة جدا فيه، اتفضل. وابتدينا في ازالة المخلفات، كانت منطقة مخلفات، وابتدينا في اخلاء الارض، اتفضل. وابتدينا في الدمج والحفر والتسوية، وان شاء الله بنتواصل مع النقابة العامة لتوفير سيولة شوية كده ونبدأ فيه بإذن الله إن شاء الله. الصفحات أنا بدي حضراتكم نماذج. صفحات النقابة محتاجة دعم من حضراتكم. إزاي؟ حضرتك عندك في مهندسين أفاضل كتير، هنطلب منكم تشاركونا في اللجان. في ناس عندهم خبرات في هذا الأمر، عايزين نطور الصفحة. طب عايز اطور الصفحه ليه؟ عشان عندنا هدف كبير قوي لازم اقوله لحضراتكم. صفحات النقابه تقدر تجيب للنقابه فلوس لو زادت وقدرنا نطورها بفكر. انا مهندس مدني ما افهمش فيها، ممكن مثلا الدكتور تامر شاطر يطور وهكذا. فعايزين مشاركه المهندسين في ان احنا نبقى سوا هنطور الصفحه. باختصار كده صفحه واحده من صفحات النقابه استلمناها من 3 سنين، كان فيها 62,000 بقى فيها 115,000. كان البوستات كانت 312، والبوستات بقت 1600 و700، بقت 2369 في سنتين ونص او 3 سنين. ده مجهود شاق جدا بمتابعه يوميه. مش عايز اقول لحضراتكم، هقول لحضراتكم حاجه تانية احتراما للساده المهندسين، بقينا بنتابع الرسائل. انت حضرتك مش مجيتك مهمه عندنا وبس، لا، انت رسالة حضرتك مهمة، وفي مهندسين من اللي قاعدين تواصلوا معايا برسائل وعارفين اللي انا بقوله ده، سواء يعني باشمهندس محمد كتير. احنا بقى هنا الرسائل اللي جت للصفحة وترد عليها من حضراتكم صفحة نادي اكتوبر فقط، انا بدي مثال بس، 123,000 رسالة في 3 سنين. ده كان موجود 3956 في السنة، 3000 دول بقوا 123,000. ارقام بقولها لحضراتكم دي بالدقه دي، لو اللي عايز يشوفها يجي على الصفحه عندنا. بنقول ايه؟ احنا بنقول هنا ايه؟ هل اللي يهمنا صفحه؟ لا، احنا همنا ان صوت حضراتكم، ونقول لك صوتك واصل يا باشمهندس، كلمتك واصله يا باشمهندس، رسالتك واصله يا باشمهندس. الكومنتات اللي ترد عليها 68,800 كومنت، ما كانوش بيكملوا 3000. الغرض من اللي انا بقوله ده تمثال، احنا بنكن لكم كل احترام وتقدير لان انتوا تستاهلوا كده، وده واجبنا مش تفضل مننا.
ده واجبنا لازم نتعب، واللي يجي يقعد هنا لازم يتعب، اللي عايز يقعد على الكرسي يتعب من الاخر. واحنا بنتعب واحنا مبسوطين ان احنا بنخدم زملائنا المهندسين المحترمين. بدأنا خطوات في شهر عقاري بنادي النقابة باكتوبر، وفعلا جم وعينوا، وان شاء الله ان شاء الله يا رب هيبقى حاجة، بدل ما بنقف في الطوابير المشهورة اللي احنا كلنا عارفينها، ان شاء الله بإذن الله الشهر العقاري ده بعتنا جواب وجم خلاص بيعينوا، وفي جواب تاني بعتناه مكتب بريد برضو معاه في نادي اكتوبر، بحيث نسهل لحضراتكم الخدمات المقدمة. عندنا افكار مستقبليه كتيره وعايزين نطور. اقلب بقى عشان نخلص. عايزين موقع يا دكتور. حاضر. مين ده؟ حاضر. موقع للنقابه. بقى لنا موقع للنقابه. حاضر. الدكتور تامر هيقول. حاضر. اخر حاجه اختم بيها، ده انا بدي حضراتكم، انا لو قعدت انا الدوسيات اللي شفتوها دي اللي كنت عايز احكيها لحضراتكم، بس لقيت ان انا محتاج حوالي كده 96 ساعه اكلمكم، بس انا عايز وقت ضيق اكلمكم. اخر حاجه اختم بيها واقول لكم، مجهود اتعمل على الارض، اديكم امثله ومضاد، اسعار المياه والكهرباء اقلب، ودي هختم بيها. في نادي اكتوبر حضراتكم كان في اشكاليه كبيره، والزملاء القدام كانوا عارفينها معانا، ان كان اسعار المياه والكهرباء بنتعامل كاننا ناس من اللي بياخدوا 3/4 مليون في العضويه، واحنا العضويه عندنا المهندس مجانا، والزوجة مثلا بتدفع 200 جنيه في السنة، يعني أرقام مفيش خالص. الحقيقة يعني حصل مجهود كبير جدا فيها، وتواصلنا مع جهات كتيرة، ويعني لا أخفي عليكم يعني بستفيد من كوني عضو مجلس النواب إن أنا أفيد نقابتي، لأن ده واجب عليا. والحمد لله لو بصوا حضراتكم الكهرباء كانت في 2018 مليون 314.65 جنيه. 2019 في اواخرها ابتدينا نقلل الاسعار، فبقت قلت الجزء الكبير من سنه 2019 كان عالي، اخرها قلت. 2020 الكاشفه بقت كام؟ 491,000. المثل ده اللي انا بديه طبعا مستنداتي كلها موجوده، اللي عايز يشوفها بنرحب بيه. من 1,300,000 سنه 2018 اللي هو بزيادات الاسعار مفترض، يبقى مثلا 1,800,000 في 2020، لا ده احنا بقينا 500,000. اذا بمجهود محترم واضح قدرنا في بند ربنا قدرنا، ده حقايق ارقام موجوده، نخفض ونوفر ما لا يقل عن 250,000 جنيه، وفي الميه هكذا 3/4 مليون جنيه. انا بكلمكم في بنود سريعه بس مجهودها كبير جدا. اللي عايز اقوله لحضراتكم عشان اختم، لان انا مش عايز اطول عن كده، احنا في مجهود مبذول كبير جدا. هل حققنا كل طموحات الساده المهندسين؟ الاجابه لا. هل الـ الـ الخدمه على احسن ما يكون؟ استحاله. مش الاجابه لا، مش انا ابقى صادق معاكم، الصدق هو كده ما حققناش، وفي حاجات كان نفسنا نعملها ازيد ما لحقناش، بس ما تم تنفيذه بالنسبه لما كنا حاطينه في عينينا قدام عينينا كبرنامج او رؤيه، الحمد لله حصل ازيد شويه من اللي احنا كنا بنعمله. تطوير الانديه واللي حصل فيها اتكلم فيها الباشمهندس ايهاب، انا بس قلت ادي حضراتكم لمحه سريعه عن مجهودات، وبقول لحضراتكم معايا في الشنط الكتيره دي كذا حاجه، لو عايزين بعد الجمعيه عشان في ناس عايزين يطمنوا او يعرفوا. قانون النقابة ما جاتناش فيه اقتراحات مثلا، يعني أنا معايا لو سمحتوا اللي عايز حاجة وتخلص الجمعية أنا يليك، ونعمل ندوات نقعد موجود، لأن رأيكم مهم وبيفيدنا، لأن نروح نناقشه يفيدنا فيه. قصص كتير، المعاش و حاجات حتى في النقابة العامة لو سمحتوا نقولوها لنا ونوصلها، وصوتكم واصل. إذا كان الرسالة بتاعت حضرتك واصلة فأحب أطمنك موجود حضرتك معانا بيؤدي الى ان مش بس الرساله واصله، لا ده تفاعل محترم. بشكر حضراتكم وبقول لحضراتكم المجهود المعمول مجهود محترم جدا، وانا يعني انا من النوع اللي بينقد ذاته، يعني زي ما بقول لكم في حاجات ما حققناهاش، لكن في العموم المجهود محترم جدا مقدر جدا،
بشكر كل الموظفين مش بس المهندسين، الموظفين اللي شغالين في كل الادارات. انا عارف ان انا ياما سهرتهم للفجر، انا بعتذر لكم كلكم، انا عارف ان انا تعبتكم سنين، انا شفت باين ان انتوا تعبانين. بشكر زملائي في المجلس، عندنا مجلسين، في زملاء سابقين نشكرهم، في زملاء موجودين، وهنشكر اللي جايين برضه ونكمل معاهم. بقول لحضراتكم في النهايه بديكوا في ايدينا علشان نعدي ونحسن ونطور نقابتنا. اشكركم ويا رب ما اكونش طولت عليكم. شكرا جزيلا.